الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على أشرف المرسلين. نقدم لكم نفسينا خبير دراسات مشاريع الاستثمار أستاذ بن سيد فيصل مؤسسة سوات إنفست ألجيريا. من حكم الموقع نتاعنا في مرافقة المشاريع وذلك أنا في 10 سنين في الميدان هذا، والمدينة تاعنا يعني مدينة اقتصادية من قطب تجاري قطب اقتصادي في الوطن المعروفة مدينة المدينة، يعني كان لدينا الفرصة أن يكون عندنا خبرة. المهم احنا مش نهضروا على أنفسنا، احنا نهضروا على الموضوع نتاع اللقاء هذا، هو يعني موضوع العقار تاع الاستثمار بصفة عامة. العقار تاع الاستثمار، يقول الاستثمار مش معناها ربح صناعي، كان العقار تاع الصناعي كمشاريع صناعية، وكان العقار اللي خاص بالمشاريع الفلاحية والزراعية، وكان العقار اللي خاص بالمشاريع الخدماتية. نقول واحد راح يدير كلينيك، راح يدير مصحة، راح يحتاج العقار حتى هو، ولكن راح يدير مشروع سياحي يحتاج عقار، ولكن راح يدير مشروع خدماتي نقول مثل مركز تجاري. دونك اي حاجه ولا اي انسان ولا صاحب مشروع ولا رجل مستثمر ولا رجل اعمال يحب يدير مشروع يحتاج المياه العقاري. المشكله هنا احنا نهضروا على المياه العقاري في الجزائر. المياه العقاري في الجزائر سمح حتى هو متاثر بطبيعه الحال بالاحداث السياسيه اللي صارت في البلاد متاثر بها، وكانت يعني الطرق يعني الطرق التقليديه يعني في كانت قبل الحراك كانت العملية يعني تاع توزيع العقارات كانت العلاقات وكذا وهذا مثل هذا بما يسمى بالعصابة، وكانت أمور بزاف. اليوم احنا نشوفوا في تحشر يعني من وراء الحراك والأحداث العالمية اللي صارت تاع كورونا والأزمة تاع كورونا، اليوم تبدلت حتى نشوفوا في سياسة جديدة يعني كانت يقدم فيها رئيس الجمهورية، اللي هي الأولى حاجة الأولى خاصة التكليف يعني لوندي نقولوا احنا جهاز تاع لوندي اللي كان تابع لوزارة الصناعة ولا المصالح تاع الوزارة الأولى، وعطاوه تكليف يعني فيها الدكري بريزيدونسيال، عطاوه تكليف في قرار رئاسي تكليف بالعقار، العقار تاع الاستثمار نقولوا احنا السياحي ولا الفلاحي ولا الصناعي بصفة عامة. دونك هو يعني خاصة بالعقار بس. داروا منصة رقمية. منصة رقمية هذه خاصة بتسجيل المشاريع، يعني اللي يحب اللي عنده يعني عنده يعني نية باش يدير مشروع يقدر يتواصل بالمكتب تاع الدراسات كيما حنايا، ولا يدير له تسجيل تاع المشروع تاعو في المنصه الرقميه، ومن بعد يروح لمرحله تاع الدراسه. يعني ما تقدرش تدير تسجيل كيما يعني في المنصه، فيه يعني القيمه الاجماليه تاع المشروع، فيه التجهيزات، فيه كذا، فيه امور بزاف تفاصيل حول المشروع ومعلومات حول المشروع اللي لازم يكون الانسان يتمكن المشروع لازم يبارك فيه ويكون له مسجل للمشروع. متسرعش هذه من اجل تسهيل المهمه على الجهاز، وان المنصه الرقميه هذه اللي دارتها الدوله، وتولي الجهاز هذا تاع لوندي يعرفك، مش مجرد انك سجلت، لازم يعرفك من خلال المعلومات التفصيليه اللي مديتها لوندا. المعلومات التفصيليه فيها القيمه الاجماليه للمشروع، فيها نقولوا لاليست دو ماتريال، لاليست دو ماتريال هي قائمة العتاد تكون بالتفصيل، يعني فيها لي كاباسيتي كيما نقولوا هنايا القدرات الإنتاجية، فيها كذا، فيها الأسعار تاع البيع تاعها حتى من الخارج، يعني من دولار ولا من أورو ولا حاجة، باش من بعد يعني لأنه الجهاز في الأصل العلوة دير السجل تاع في المشروع. باش تحصل العلاوي عقاري ويعطيوك اعفاء ضريبي ولا اعفاء جمركي، يعني ليكزونوراسيون دوانيير ولا ليكزونوراسيون نتاع لا تي في ا. هذه الاستفاده قاعد تدعم في بلاصه تاع سيتور، يعني الدعم الدوله قاعده تدعم فيك
باش يسهل لك انك تكون نتايا يعني في موقع افضليه وعندك سلاسه باش تنشئ المشروع تاعك في موقع افضليه. بالنسبه لي راهي الامور راهي مليحه، بصح بقى التشريع في الوتيره برك، احنا نشوفوا في امور مليحه ان شاء الله، وممكن يعني ان شاء الله راح تدير يعني قفزه نوعيه في الاستثمار انديكولاج، شكون لابان انديكولاج، مي تحتاج تشريع الوتيره وخاصه الناس اللي واقفين عليها، الاداريين اللي واقفين على الامر هذا لازم يكون عندهم يعني لي كاباسيتي يعني القدره باش يمشيو الامور هذه بسلاسه ووتيره سريعه، يؤكد على الوتيره السريعه. وحنا مازلنا في الخدمة إن شاء الله، نكونوا متعاونين يعني في الأمر هذا، ونكونوا إن شاء الله في مكاتب دراسات ومكاتب مرافقة، نكونوا إن شاء الله رانا في الخدمة، لأنه نشوفوا فيها يعني مرحلة حساسة، لازم الكل نكونوا يد واحدة إن شاء الله، وباش تمشي لو بروسيس هذا البرنامج هذا الدولة يمشي، لأنه هذا هو المستقبل تاع الدولة وتاع الشعب وتاع يعني ما كانش حاجه اخرى، هذه هي باش نخرجوا من الاقتصاد البترولي، الاقتصاد تاع الطاقه، هذه ثانية راهي يعني ان شاء الله حل من الحلول الاستراتيجيه. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.